الأخت نهال من بريطانيا. أهلا وسهلا أخت نهال، تفضل أنت معنا على الهواء. أهلا بك يا أسيس نزار، وأهلا بالأخ إلي، ربنا يبارككم. طبعا متألقين كالعادة. أنا فعلا عندي نقطتين اثنين، يعني لو عايزة ألخص فعلا حياة السيد المسيح أقول إن هو كان بيعمل كل ما يعلم به، ولم يكن يفعل شيئا ليس في محله. وهو الوحيد اللي وقف بكل جرأة وقال من منكم يبكتني على خطية. عشان كده بالمقدمة اللي قلتها دي عايزة أزيد في خبر حلو، إنه السيد المسيح ده اللي الناس بتبغضه هو الفرصة متاحة دلوقتي، لأنه هو كله محبة، لأنه من الهرطقات، وعايز أقول ده خطر، إن نقول إن المسيح في محبته هيقبل حد بعد الموت بحجة إنه حنين ومحب. بعد الموت لا خلاص ولا فرصة، الفرصة الآن. وعشان كده نفسي أسأل الأخ إلي سؤال، لو أنا مشاهد وأتقبل شخصية واحد مسلم أو واحد من شهود يهوى، فأنا مش ببغض المسيح لكن أنا مش بعطيه القدر بتاعه. أنا كمسلم أنا بقول عليه إن هو بعزه وبكرمه وبجله، بس هو مجرد نبي. ولو أنا من شهود يهوى هقول أنا برضه مش ببغضه، لكن أنا بعزه وبكرمه وبقول إن هو مجرد إله من الآلهة، مش الأولمايتي جاد، مش الله الظاهر في الجسد. فإيه خطورة المشاهدين اللي عندهم الفكر ده يا أخ إلي؟ وربنا يبارك ويباركك. شكرا كتير على هذا السؤال، تفضل يا أخ إلي. جه نيقوديموس في إنجيل يوحنا أصحاح 3 وقال للمسيح: أيها المعلم الصالح، فأنت معلم المعلمين وعظيم العظماء. المسيح لم يجامله ولم يشكره ولم يكتفي بهذا، قال له الرب يسوع المسيح: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. وتكلم له المسيح قائلا: أنا لست معلم فقط لكن رقم واحد، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. المسيح معلم، نعم. المسيح إله، نعم. المسيح صانع معجزات، أيوة. لكن رقم واحد لابد أن أؤمن بأن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد وجاء في العالم مخصوص، ليس ليعمل معجزات لكن جاء لكي يخلصني ويعطيني حياة أبدية. أحتاج أن أعترف به أولا ربا ومسيحا، هو الله الظاهر في الجسد، ورقم اثنين محتاج أن أقبله مخلصا وفاديا، بهذا أنال حياة أبدية.